بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معكم زينة شاف. اليوم زينة واش جابت لكم، جيت ندير معكم مقروط الكوشة بالغرس. كنت درت ديجا معكم مقروط العسل، ودركا حندير معكم مقروط الكوشة. بون واش عندي؟ عندي 3 كيلات تاع دقيق المويا، وعندي كيلة تاع ليدان وفايدة شوية، والملح ديوها شوية ملح، ولموها بالماء والماء زهر. فوالا كيلا زوج، هادي تالتة. كنت ديجا درت معاكم مقروط تاع مقروط العسل تاع المقلة اللي كان حبيتو تشوفو لا غوسيت، روحو لمي فيديو تلقاوها. نديرو له شويه ملح باش ما يجيناش صامط بيان سور، نخلط هكذا قبل ما ندير ليدان. فوالا دوك ندير الكيله تاع ليدام وفايده شويه. راكو تشوفوا هذه كيله، دوك نزيد شويه نفيدها. فوالا دوك نديرو ونبداو نبسو في هذاك الدقيق ديالنا، ندخلو فيه نبسوه مليح. فوالا هكذا نبسوه قبل ما نديرو الماء والماء زهر بيان سور. فوالا دركا نجيبو نديرو كيلة تاع الماء نخلطا مع الماء زهر. فوالا هكدا هداك الكيلة اللي كينا بيها نعمروها صديق بالماء والماء زهر، نخلطو هكدا بشوية. فوالا أنا الكيلة اللي ما عمرتهاش عمرتها، دوك نزيد شوية باش تجيني كيلة قد قد، وعلى حساب دقيق تانيك لي يشرب. فوالا هكذا غنزيد هذيك شويه باش تولي لي كيله، دوك يشربها ما تخافوهاش. ودوك واش ندير؟ نلمو هكذا نخليه يغوبوزي واحد الساعه، لو طون اللي نروح نوجد الغرس تاعي. كل ما يريح كل ما مليح. فوالا هكذا نكمل هذيك شويه تاع الماء والماء زهر، نعطيه عجينه هكذا خفيفه شي نعجنو ساتيغ لمو. فوالا نخليه دوك يغوبوزي ونروح نوجد الغرس تاعي. اني دوك جبت الغرس تاعي. فوالا هكذا واش نديرلو؟ نديرلو مغرفه تاع القرفه هكذا، ونزيد له وحده نتاع القرنفل. فوالا غير فتح القرنفل زدتها، ونزيد ندير زوج مغارف تاع السمن باسكو السمن يعطي هذيك الريحه ولا الزبده، تجينا مليحه في الغرس تاعنا ما يجيناش صامط هكذا كفاد. ونزيد له زوج مغرفات نتاع الماء زهر، وانا نحب نزيد له زوج مغارف واحد اخرين تاع الحليب داكا، ونعجنو. وقلت لكم الغرس تاع المقروط يديروا له القرفه والقرنفل، باغ كونت نتاع نهار درت معاكم البراج، البراج ما نديروا لهمش الغرس القرفه والقرنفل قلت لكم. وانا نعجنو هكذا. الغرس تاعي راهو طري، ولا كان سبتو تاعكم مازال ماشي طري زيدوا له ثاني شويه حليب وشويه ماء زهر بيان سور وشويه زيت. فوالا نعجنو هكذا حتى ترجع لنا اون بات طريه. راني زدت له زوج مغارف واحد اخرين تاع الزيت باش يخرج لي طري. نبداو نعجن. هاي لك دوك لاباط تاعنا كي ريحت لنا، نقسمها هكذا بسم الله. نجيب لهنا فوالا ندمي،
راني جبت الطابع تاعي لي باش نذبح. بسم الله. نجيب درك الغرس تاعي اللي كنت قلتنا خدمته وطري. شوفوا نديرو لداخل فوالا ونغلق هكذا فوالا. هكذا باش ندير نقسم على نص نحطو هذا منا نجيب هذا نحلو هكذا. نسيبوه طويل نقصو شويه هكذا باش نقدروا ندورو داكوغ. هكذا فوالا نجيب الطابع تاعي بسم الله. بص ولا انا قطعت هذه بسم الله. هاي لك الحبيبه كيفاش جينا فوالا. هاكو تشوفوا كيفاش جاتنا الحبيبه. دوك نجيب البلاطو ديالي ونحطهم كامل هكذا في السنيوه. ندير حبيبة قدام اختها فوالا هكذا. نديرهم كامل نلصقهم قدام بعضهم داكو. نعمر البلاطو ديالي هذا كامل ومن بعد نشحن الفوغ تاعي على 160. انا الكوشه تاعي قلت لكم على 160، نتوما تعرفوا الكوشه تاعكم شحال طيب. بون ما نحمروش، نحمروه نحرقوه وما نخليوهش خضر. كي يطيب نوريه لكم ان شاء الله. هاوليك دوكا المقرو تاعنا كي درناه هاوليك السنيوه فوالا. دوكا انا واش ندير هكذا نلصقوه. هاكو تشوفوا كيفاه. دوك نروح نديرو قلت لكم في الكوشه تاعي نطيبو. راني مشعلتها على 160 واحد قلت لكم كيما قلت لكم كوشتو. نروح نديرو يطيب ومن بعد نوريكم ان شاء الله كي يطيب. هابليك دوك المقروط تاعنا كي طاب خرجناه من الكوشه فوالا. دوك انا واش ندير نخليوه يبرد. كي يبرد نعسلوه ان شاء الله. بون كاينين اللي ما يعسلوهش يخليوه كي يجيو يقدموه ولا يعسلوه. انا نعسلو، انا دابيتود ما فنعسلو. دوك انا نخليه يبرد ومن بعد ان شاء الله نعسلوه ونوريه لكم ان شاء الله بخير طبق التقديم مين نعسلوه قبل. انا دوك جبت المقروط تاعنا كي برد، راني يعني جبت العسل سخنتها فوالا. كاين ما يحبش يعسلو، انا نحب المقروط تاعي نعسلو. نبداو نحطو بالعقل ونسيسو عليه باسكو جانا مبسس فوالا. نعسلو كامل نصفيه. انا المقروط نحب نعسلو، ما نحبش نخليه لا ديغنيير مينوت كي نجي نقدمو لي نعسلو باش تشرب هذاك العسل.
هكذا ان شاء الله نوريه لكم في طبق التقديم وغيجد نكمل كامل عسله ونوريه لكم. هاوليك المقروط تاعنا مقروط الكوشة بالغرس كيطاب وعسلناه، وان شاء الله نشاهدكم بالصحة. جربوه وقولوا لي واش رايكم فيه. جنان بس الله يبارك. واش نقول لكم؟ تقول لكم زينة على كان حبيتو كاجدي فيديو اطلبوهم مني، خليوا لي في الكومنتار واش تحبوا ندير لكم ندير لكم. ولكن حبيتو توصلكم كل حاجة جديدة ان شاء الله ابونيو معايا، اشتركوا معايا توصلكم كل حاجة جديدة. نقول لكم بصحتكم، بقاو على خير. فيديو واحد اخر ان شاء الله جديد.